Hello and welcome student. The course title Clinical Chemistry and Public Health. This lecture is presented by Dr. Zuhair Yaqub. In this lecture, I will talking about the quality control and quality assurance in clinical chemistry lab. First, before we start, what is the quality control and quality assurance? We have to mention and the quality control is the most important for every laboratory and every test done. So why the quality control is needed for each laboratory? Because the quality control by which applying can give or give the reliable and acceptable result. Here we mentioned the definition of quality control and what is the quality assurance and how to differentiate between quality control and quality assurance. Quality control, as the definition by WHO in 1997, is defined as the study of those errors which are under the responsibility of the laboratory and the procedures used to recognize and minimize them. This between the receipt of specimen and dispatch of report. هنا تعريف للكواليتي كنترول، أن الكواليتي كنترول هي دراسة للأخطاء التي بتحدث لي في العمل حقي أو أثناء العمل في المعمل نتيجة لأخطاء تكون في البروسيدر المستخدمة. والهدف من الكواليتي كنترول أو تطبيق ضبط الجودة داخل المعمل أن نتعرف على هذه الأخطاء to recognize and minimize تقليل هذه الأخطاء بقدر الإمكان بحيث أن تصبح نسبة الخطأ شبه negligible or zero باعتبار أن minimize. واستخدمنا كلمة minimize بمعنى التقليل not exclude لأنه نسبة الخطأ بيكون موجودة، لكن حنيجي لقدام إن شاء الله في دروسنا حنعرف أنه في أخطاء مقبولة وأخطاء غير مقبولة بيسموها بال allow error and not allowable error. إذن الهدف هي to minimize error to be allow error وما تأثر لي على النتيجة حقتي. الحاجات دي كلها من استقبال العينة والحد dispatch report اللي هو نطلع النتيجة حقتنا. ده ما يعرف بالكواليتي كنترول. طيب ما هي الكواليتي اشورنس؟ الكواليتي اشورنس هي all systemic action necessary to provide adequate confidence that laboratory service will satisfy given medical needs for patient care. That means it is an overall term which covers the procedures which take place both outside and inside the laboratory to ensure reliable of the test results. إذن هنا الكواليتي كنترول هي الأشمل، يعني هي أشمل من الكواليتي كنترول كواليتي أشورنس. بمعنى إذا عملنا دائرة فيها الكواليتي كنترول بيكون الدائرة الأشمل أو الأكبر هي الكواليتي أشورنس. إذن الكواليتي أشورنس هي بتشمل لي من تحضير المريض لأداء الفحص والتأكد أنه موافق للمعايير حقة الفحص، سواء كان الفحص بيحتاج لصيام قبل أخذ العينة، فهي بتمتد لي outside the lab بمعنى أن بقوم بتحضير المريض لأداء الفحص باعتبار أنه لما نجي للتحليل بتاعنا أو إجراء الفحص حقنا يكون أكمل المعايير أو الانستركشنز اللي هي مفروض يوفرها لإجراء هذا التحليل عشان يقارن بالمعدل الطبيعي أو النتائج الطبيعية حسب الانستركشنز المتبعة فيه. إذن الكواليتي أشورنس هي أشمل من الكواليتي كنترول، وقلنا الكواليتي كنترول إذا رسمناها بدائرة كبيرة بنلقى أن الكواليتي كنترول هي جزء منها في داخلها. طيب نيجي نشوف في بعض البيشنت فاكتورز ذات كان ألتر ذا تيست ريزلت مي بي انكلود، يعني في بعض العوامل الفسيولوجية ممكن تأثر لي في النتيجة حقتي أو تغير في معنى النتيجة حقتي، ولازم نحنا to be aware بالعوامل البيولوجيكال اللي هي الفاكتور دي، و according ليها بيكون عندنا النورمال رينج او ريفرنس رينج حسب المتغيرات حقتنا حقت البيشن. طيب نشوف شنو من البيشن فاكتور اللي ممكن تأثر لي على الريزلت حقتي اذا ما اخذتها في الاعتبار. مثلا incorrect pre-test or pre-test diet، يعني اذا كان في مريض ده اخذ له عينة
والمريض ده لازم يكون فاستنج لفترة معينة من الزمن، لأنه في بعض الوجبات ممكن تأثر على التحليل بتاعهم. فور اكزامبل، إذا دار يعمل ليبيد بروفايل، فحص للدهون، بيحتاج أن المريض يكون صايم من 10 ساعات بلس ماينس 2 اور، يعني لحد 12، من 8 ل 12 ساعة. ليه؟ لأن الوجبة اللي بياكل قبل التيست، إذا عملنا بعدها التحليل طوالي وإذا كان فيها نسبة بتاعة الدهون عالية، هيحصل لها ابزورشن وتخش الجي اي تي وهتديني فولس ريزلت. اذا في بعض الانفستيجيشنز بتحتاج زي ما قلت قبل لانها تحتاج لبروكوجن او تحوطات، من ضمنها ان المريض لازم يكون فاستنج، فلازم يكون عندي كوريكت بيشنت سامبل. طيب عندنا كوريكت دراج ثيرابي، يعني المريض يكون نوع الادويه او الكرنت دراج ثيرابي بياخد فيها ما تاثر لي على التحليل بتاعي اللي انا عاوز اعمله. يعني فور اكزامبل، اذا عاوز اعمل جي تي تي او جلوكوستيرول تيست، المريض حقي بيكون موقف كل الادويه اللي عندها علاقه بالكربوهيدرات ميتابوليزم، او ممكن تاثر لي في تحليل البلد جلوكوز اذا كان بياخد استيرويد او بياخد اي انواع من الادويه، ممكن تاثر لي في الكربوهيدرات ميتابوليزم، فبالتالي هتاثر على النتيجه حقتي، ممكن تديني فولس انكريز او فولس ديكريز. تاني التايب اوف انس، يعني نوع الديزيز المصاحب للمريض. يعني في بعض الديزيز مثلا زي الليفر سيروزيس، ليفر هيباتايتس، وكون ده عمل له بلازما بروتينز، او بعض الاذر ديزيز اللي ممكن تعمل لك التريشن في الفحص بتاعك نتيجة لوجود الانترفيرنس سبستانس. دي هيدريشن اللي هو مدى انه المريض ده بيشرب مويه او عنده جفاف، لانه اذا في دي هيدريشن بيأثر لي على 90% من الانفستيجيشنز اللي بتتعمل في البلازما، باعتبار انه معظم التحاليل دي معمولة على انه في نسبة ثابتة بين المويه او البلازما والسيلز. فلو كان في دي هيدريشن هيكون عندي لو بلازما، هيكون في كونسنتريتد سيل، او هيكون عندي هاي كونسنتريتد بلازما ويز ديسولفد بارتيكلز. اذا نسبة الدي هيدريشن برضو بتأثر لي في التحليل حقي او في النتائج حقتي. position or activity at time space spent collection، كذلك برضو الزمن اللي باخد فيه العين حقتي، لانه في بعض السامبلز حقتي او الدايجنوستيك او الانتربريتيشن اوف ريزلت مرتبط بالدايورنال ان نكتورنال فاريشن، او بيسموها بالريثم او الدايورنال ريثم، اللي هي اختلاف الليل والنهار، بيكون في اختلاف في بعض التحاليل، ودي حاجات نورمال. فور اكزامبل زي الكورتيزول، الكورتيزول مثلا بنلقاه في الفترة الصباحية increase وفي الفترة المسائية decrease، دي حاجة normally. إذن عنده تي ليفل أثناء اليوم اللي هو diurnal and nocturnal، إيه هم دي بيسموها بالريثم أو الدي ريثم، اللي هو اختلاف الليل والنهار. فبالتالي دي برضو زمن أخذ العينة لازم يكون مسجل، سواء كان صباح أو مساء، لأنه في بعض التحاليل بتأثر لي بيها زمن السامبل حقتي. Both diurnal or status time patient last eat، يعني كذلك في بعض التحاليل تتأثر لي قلنا بالوجبة الأخيرة أو آخر وجبة يتناولها المريض. فبطلب منك عندنا fasting blood glucose and 2 hour post prandial، يعني ممكن ناخد مريض العينة بتاع الجلوكوز هو صايم ويفطر نشيله بعد ساعتين. إذا أكيد النتيجة هو صايم تختلف من النتيجة بتاعت بلد جلوكوز بعد ساعتين، كل واحدة عندها نورمال رينج مختلف من التانية according للسيتويشن أو الدايت سيتويشن بتاع المريض. إذا برضو في بعض الوجبات لازم نكون عارفينها أو زمنها تاخد فيه الوجبة، باعتبار أن أنها ممكن تأثر على النتيجة حقتي أو لا. time of day زي ما ذكرنا قبل لازم اسجل الزمن بتاعي بتاع السامبل. كذلك البريجنسي نمبر 8 بريجنسي، كثير من البريجنسي طبعا عندهم نورمال رينج بيكون مختلف تماما من النورمال وومن او النون بريجننت وومن، فلان بريجنسي بيزيد لك البودي ووتر، فكثير من الانفستيجيشنز بتتاثر، او في نسبه الاستروجين والبروجسترون بيكون فيري هاي، فبرضه بيزيد لك البروتين بايندينج ابيليتي لبعض السبستانس. فبنلقى انه في البريجننسي في حتى هو مقسم للفيرست ترايمستر والسكند والثيرد ترايمستر، فكل ترايمستر في البريجننسي عنده نورمال رينج بيكون مختلف من الثاني حسب او اكوردنج للهرمونز او التغيرات اللي بتحصل في البريجننسي في البودي ووتر حقت الكونتنت. level of patient knowledge and understanding of test process، طبعا كذلك المريض لازم
مدى إدراكه ومعرفته لنوع التحليل وكيفية التحليل وأداؤه كيف، لأنه بيساعد في أنه يدير نتيجة صحيحة ويتبع لك المعايير تحت الجودة أو معايير أخذ السامة. الاسترس كذلك نرجع انه الاسترس بيأثر لي او من العوامل بتأثر لي على التحاليل حقتنا، لانه في بعض الهرمونات خاصة زي الادرينالين والنور ادرينالين وبلد جلوكوز، دول كلهم ممكن يتأثروا لي بالاسترس. وزي ما ذكرنا في محاضرة سابقة عندنا انواع من الاسترس، 3 تايب اوف ستريس، ثيرمال ستريس او سميناه المتعلق بدرجة الحرارة، وفي نوع تاني emotional stress، وقلنا في stress with other factor. فالستريس دي كلها هي عوامل بتأثر لي يمكن على بعض التحاليل خاصة الهرمون والبلوت جلوكوز، فبتأثروا لي بالستريس. طيب عندنا no adherence or non-compliance with instruction and pre-test preparation، كذلك قلنا لازم المريض يكون على معرفة جيدة بنوع التحليل واتبع التعليمات ما قبل الفحص عشان نتحصل على نتيجة صحيحة. أن disclose drug or alcohol abuse، إذا كان المريض برضو بياخد كحول أو بيشرب كحول، دي من الحياة برضو ممكن تأثر لي على بعض التحاليل حقتي، فلازم to be aware with this factor. age and gender، طبعا في تحاليل كثيرة بتوقف حسب العمر، والجندر هو male or female، لانه حسب العمر عندنا نورمال رينج بيختلف. فور اكزامبل عندنا الالكلاين فوسفاتيز مثلا في المرحله من العمر الاولى بيكون هو هاي نورمال نتيجه للبون جروس during this period. منهم لما نيجي نلقى الالكلاين فوسفاتيز نقارنه عند التشايلد مع الالدر، بنلقى انه النورمال رينج فيه اختلاف كبير جدا جدا، فهو نورمالي بيكون انكريز ان تشايلد هولد وبيحصل له ديكريز لليفل معين في الأدلت والإلدري. إذا معرفة الإتش بيعتمد عليها كذلك النورمال رينج والجندر كذلك. نلقى أنه مثلا فيميل سي كي كرياتينين كاينيز نلقاه مقارنة بالميل أقل، فالفيميل بنلقى عنهم كرياتين كاينيز لأنه نسبة المصل عندهم بسيطة مقارنة بالميل عندهم هاي مصل، فبنلقى أنه النورمال رينج بتاع السي كي عند الفيميل أقل بكثير من النورمال رينج عند الميل. إذا دي كل عوامل لازم أخدها في حسابي باعتبار أنها فاكتور كان أفكت the patient result. طيب we go on to the next slide. هنا في السلايد الثانية الموضح فيها quality assurance، قلت هي بناخد في اعتبارنا quality assurance take into consideration all factors that may be affect the treatment of patient، يعني كل العوامل ممكن تأثر في علاج المريض، وعلاج المريض بيعتمد على التحليل الصحيح للعينة. فبالتالي لما نقول بتعتمد على علاج المريض معناته أخذت كل الكونسيدريشن اللي هي ممكن تأثر على أنه تدينا نتيجة خاطئة، من تحضير المريض وقبل اللاب الكولكشن والاناليسيس والانتربريتيشن البوست اناليتيكال لحد ما يحصل ديسباتش للريزلت ويستلم المريض ويبدأ في عملية التريتمنت. وقلنا الفاكتورز دي اللي بتأثر لي على الريزلت قسمناها لثلاثة: بري اناليتيكال فاريبلز، اناليتيكال فاريبلز، ام بوست اناليتيكال فاريبلز. فلما نجي في البري اناليتيكال فاريبلز اللي هي الفاكتورز اللي هي اثناء الكولكشن او غرفة اخذ العينات قبل ما ندخل في العملية بتاعت الاناليسيس والاستيميشن، دي بيسموها بري اناليتيكال فاريبل او ايرور، الاثنين صح. فممكن من الايرور تأثر لي على النتيجة حقتي، إذا مثلا specimen collection issues، transport issues and preservative used، يعني دي من الثري حاجات، يعني ثلاث حاجات مين بتأثر لي على النتيجة حقتي. إذا أخذت العينة حقتي كانت خاطئة أو نقلت العينة من مكان لآخر حصل لها ميكس أو ميس ايدنتيفيكيشن with other sample، ونوع البريزيرفاتيف اللي هي الانتيكوجولانت المستخدمة لكل سامبل حسب الانفستيجيشن المطلوبة او الريكوست فورم. فالبري اناليتيكال فاريبلز دي بتمثل لي 90% من الاخطاء اللي بتحصل في اللابراتوري بيكون في البري اناليتيكال اول بري اناليتيكال فاريبل اثناء الكولكشن والليبلينج واستخدام النوع الانتيكوجولانت المناسب لكل عينة او لكل تحليل.
طيب بنلقى عندنا بعد الكولكشن والترانسبورت يوز اوف سوتبل انتي كواجولانت اور بريزرفاتيفز، بتيجي المرحله بتاعت الاناليتيكال واللي هي عندنا في اللاب اللي بنشتغل بها الميجرمنت، اللي هي دي هنا التست بروسيسنج اند كواليتي كنترول داتا يوزفول هي، اللي هي دي في الاناليتيكال المرحله بتاعت الاناليسيس اللي هو جاتني البلازما، بديت اعمل الاستيميشن، اطلع الكيتس حقتي، البروسيدر تيست يو يوز، الكاليبريتر اوتوماتيك بيبات، الاجهزه المستخدمه في القياس، عمليه الكالكوليشنز والحاجات دي كلها بتخش لي في الاناليتيكال فيس. اذا هي بروسيس بتاع السامبل عشان حد ما اعمل السامبل حقتي والرام بتاعه وتديني النتائج، في وجود عينه بتاعت كواليتي كنترول واشوف الكواليتي كنترول داتا حقتي ماشيه اكسبتد اور نوت اكسبتد. البوست اناليتيكال فاريبلز اللي هي طبعا مع بعض البروسيس حقنا واشتغلنا السامبل حقتنا، اللي هي بتيجي المرحله تحت النتيجه وكتابه النتيجه وكيف تكتب النتيجه وكيف نعمل انتربريتيشن للريزلت ونطلعها اكوردنج للريفرنس رينج اذا كانت ميل او فيميل، سواء كان الاس بتاع children neonates ولا elder ولا adult. اذا دي كلها النتيجه والانتربريتيشن حقها وكيف نطلع النتيجه ونعملها ريبورت، ده كله بيكون في البوست اناليتيكال فاريبلز. اذا دي 3 مين فاريبلز اور فيسز اوف ذا كواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس. طيب هنيجي هنا في الجدول ده بيوضح لي هنا الكواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس، قلنا بيقسمنا ل 3 فيسز، بري واناليتيكال وبوست اناليتيكال. هنا هنيجي في كل واحدة هنشوف الفاكتورز اللي بتأثر لها على الريزلت، تحضير المريض، شيل العينة، الليبلينج بتاع العينة، ترقيم العينة، الريجكشن كرايتيريا العينة إذا فيها هيموليسيس ما بقبلها بقوم باخد النيو سامبل تاني بعيد اخد عينة تانية، الكولكشن الطريقة بتاعته صحيحة ما صحيحة، حصل فير رابشر لازم انه اتأكد انه السامبل الفوليوم اديكويت، الكمية بتاعت العينة هي ذات الكافية لإجراء التحليل، ما تكون العينة كميتها بسيطة، العينة إذا عاوز أخزنها أو أرحلها من مكان لمكان تانية، ده كله في البري أناليتيكال فيس. في الأناليتيكال فيس قلنا عندي في التست بروسيس والكواليتي كنترول حقتي. فالتست بروسيس بشوف الكرايتيريا حقتي أنه العينة إذا فيها هيموليسيس بعملها ريجكشن طوالي وأعمل ري أوردر تو ري كولكشن أوف نيو سامبل، وأشوف ذاك الريابيليتي والميثود سيلكشن أختار يا تو ميثود أشتغل بيها، إذا كان عندي مثلا السامبل حقتيات للجلوكوز افضل اشتغل للجلوكوز والجلوكوز اوكسيداز ميثود ولا جلوكوز هيكسوكاينيز، اذا عندي هنا ميثود سيلكشن اختار الميثود اللي عاوز اشتغل بيها اكوردنج للريفرنس رينج حقتها والنورمال رينج وباعتبار ميل وفيميل والاتش الموجود فيها وطريقة الكالكوليشن حد ما تحصل على النتيجة وكيف اعمل انتربريتيشن للريزلت وبعد ذاك اعمل ميثود اسسمنت. في البوست اناليتيكال بعد ما عملت العينة حقتي واشتغلتها في وجود عينة الكواليتي كنترول لقيتها اكسبتد، بعد اجي اعمل ريبورتنج كيف اكتب النتيجة حقتي واعملها ريكوردنج احفظها في كمبيوتر او اعملها ديسباتش للريزلت واعملها انتربريتيشن واشوف الريكومنديشن لو عندي ريكومنديشن او توصية باجراء فحص زيادة او تو بي كونفيرم از ا دايجنوستيك تيست. طيب بنلقى هنا بعض الديفينيشنز المهمة، عندنا بعض الديفينيشنز المهمة في الكواليتي كنترول، هنشوف الديفينيشنز دي هي ومصطلحات مهمة جدا وهنعرفها ان شاء الله. عندنا ما يعرف بالاناليتيكال ميثود، يعني شنو اناليتيكال ميثود؟ طبعا الميثود اللي بنشتغل بها في اللابوراتوري دي كلها عبارة عن اناليتيكال ميثود. اناليتيكال ميثود هي عبارة عن set of instructions which describe the procedure, material and equipment necessary to obtain results. إذا هي كل الخطوات والإنستركشنز وبالتبعية في التست بتاعي، مثلا فور إكزامبل آخذ 1 ملي من الجلوكوز أوكسيدايز ريأجنت مع 10 مايكرولتر من السامبل أو السيرم، أعمل لها ميكس إنكيبيشن 10 تايم أور فور 10 مينتس، بعد ذاك أعمل لها ريدنج في فلتر مثلا 540، دي كلها بتعتبر اسمها أناليتيكال ميثود. إذا هي مجموعة من الإنستركشنز التعليمات أنا بتبعها وحدي ما أصل للنتيجة حقتي. طيب تعريف النتيجة result هي شنو بتحصل عليها ذاتها، هي the value obtained for a measurement quantity. إذن هي النتيجة أو
القيمة بتحصل عليها من المجرمين بتاع الكوانتيتي. طيب نيجي نشوف تعريف حاجة اسمها الأكيوريسي and precision. الأكيوريسي يعني الدقة، يعني أقول لك ده accurate معناتها دقيق. إذا الأكيوريسي هي الأجريمنت بين the best estimated of quantity and true value. يعني مثلا فور إكزامبل يدينا سامبل بتاع الجلوكوز يكون تركيز الجلوكوز فيها 100 مللي جرام، فأقوم أعمل استيميشن لنفس السامبل وأطلع اللي بعد الكالكوليشن النتيجة تجيني 100 مللي جرام. إذا جبت نفس النتيجة اللي هي التارجت الكونسنتريشن المحضر به، فبالتالي هي دي النتيجة الأكوريت أو الكونسنتريشن التارجت اللي أنا جبته. عكس الأكوريسي هي الإنأكوريسي، عدم الدقة. إذا هي في تعريفها the numerical difference between the mean of the set of replicate measurement and true value. إذا هو الاختلاف بين القيمة الحقيقية والقيمة اللي اتحصلت عليها من الأناليسيس. بيكون مثلا هي إذا كانت 100 أجيب 90 أو أجيب 95، دي بيسموها بالـ inaccuracy لأن ما جبت القيمة التارجت 100 نفسها. طيب نشوف precision، يعني شنو precision؟ البريسيشن هو يعني تكون قريب للقيمة التارجت أو حوالين القيمة التارجت، بتجيب نتائج تكون حوالينا قريبة. بمعنى إذا كان من قيمة التارجت 100 مثلا جبت 99.6 أو 99، إذا النتائج جبتها هي كلوز، قريبة للقيمة التارجت 100. فهنا ما بقول أنه في نسبة خطأ عالية، لكن بقول بريسيشن أو بريسايز، يعني هي نوع من الدقة لكن ما 100% accuracy. إذا هو النتائج دائما بيكون close أو قريبة للقيمة التارجت اللي تحصلت عليها. إذا تعريف البريسيجن هي الأجريمنت بين ريبليكيتد ميجرمنت، يعني العينة إذا عدتها كذا مرة وجبت النتيجة تكون قريبة للفاليو نفسها. إذا أجريمنت بين ريبليكيتد ميجرمنت. عكس البريسيجن الإمبريسيجن، إذا هو the numerical difference between the result or set of replicated measurement. يعني كل ما عيد النتيجة حقتي أو التحليل بتاعي بيديني نتيجة أو قيمة بعيدة جدا من القيمة التارجت، وما بكون حواليها، بكون مشتتة أبعد من القيمة المفروض تحصل عليها. ده هنا رسم توضيحي بوضح لك الأكيوريسي. بنلاحظ أن في الرسمة الأولى على عندنا اليسار فيها الأكيوريسي القيمة التارجت، في الرسمة الجمع مكتوب عليها البريسيجن، هنا حوالينا القيمة الأكيوريسي، يعني هنا ما جبت القيمة التارجت 100 لكن جبت مثلا 99 85، يعني حوالينا أو كلوز قريبة لها. لما نجي في الرسمة الأخيرة تحت على يدنا اليسار فيها accuracy and precision، بمعنى أن تحصلت على القيمة التارجت السهم الأول في النص وسهمين التانيين حوالين القيمة التارجت، يعني قريبين لها في المنطقة السوداء حوالين القيمة التارجت. إذا هنا بقول على accurate and precise، يعني جبت النتيجة الصحيحة وباقي النتائج كانت قريبة للنتيجة الصحيحة. طيب نواصل في الديفينيشنز. هنا كلمة سباسيفيتي وانترفيرنس وسنسيتيفيتي، نشوف الفرق بيناتهم شنو وتعريفهم شنو. سنسيتيفيتي هي الابيليتي اوف اناليتيكال ميثود تو ديتيرمين سلولي ذا تارجت كومبوننت اور كومبوننتس ذات از نيسيسري تو ميجر. يعني السباسيفيتي هي درجة حساسية الميثود حقتي او التخصصية حقت الميثود، سوري هي درجة التخصصية بتاعت الميثود، بمعنى انه المسد حقتي تكون specific for only one analyte. for example اذا قلت عاوز اعمل جلوكوز استيميشن شفت الجلوكوز اوكسيديز ريأجنت، لما انا اضيف العشرة مايكروليتر من البلازما او السامبل المجرد ما اخدتها مع الجلوكوز ريأجنت يدفع لي جلوكوز ريأجنت جست مع الجلوكوز، ما يدفع لي مع اي مركب تاني ويديني الكبر، لانه بنلقى انه في العشرة مايكروليتر السامبل حقتي دي فيها هرمون، فيها يوريك اسيد، فيها جلوكوز، فيها امينو اسيد، بروتين، ليبيدز، كوليسترول، تريجليسرايد. فالعشرة مايكروليتر دي بتكون محتوية على كل البودي نورمال انالايتس، فلما نجي اخدها مع الجلوكوز اوكسيديز المفروض الجلوكوز اوكسيديز يتفاعل مع الجلوكوز فقط باعتبار انا عاوز الجلوكوز ميجرمنت. اذا دي هنا بنقول على سبيسيفيك ميثود. عكسها تماما الانترفيرنس او المركبات اللي ممكن تاثر لي او تدخل في التفاعل تديني نتيجه خاطئه، بيكون نون سبيسيفيك ميثود. الانترفيرنس اذا هو ذا افكت اوف اذر كومبوننت سبستانس which by itself produce a reading that affect the accuracy of the measurement of target component. يعني مثال مركبات تانية
ممكن تدخلي في التفاعل وتدي نتيجة خاطئة زي البايلروبين، هيموليسيس، لايبيميك سامبل. دي كلها عبارة عن مركبات بتخش لي مع النتيجة بتديني فالس انكريس ريزالت، فما بتكون القيمة الحقيقية حقت المجرمين حقي. طيب نيجي لكلمة sensitivity. sensitivity هي الابيليتي اوف ميثود or analytical method to detect a small quantity or a small concentration of the measured component. يعني هي المقدرة بتاعتي بتاعت الميثود انها تقيس لك اقل تركيز ممكن تقيسه لك، بسميها sensitivity. اذا sensitivity هي اقل تركيز ممكن تقيسه لك الميثود حق دي. for example يعني لو عملنا على الكيتس حقتنا بقول لك sensitive من 5 مللي جرام ولينر اب تو 600 مللي جرام، فبمعنى انه لما اقول الميثود سنسيتيف معناته اقل تركيز ممكن تقرا لي 5 مللي جرام، اقل من 5 مللي جرام ما بتديك قرايه بتديك زيرو، تبقى زيها زي البلانك. اذا الميثود حقتي ستارت تو ميجر كونسنتريشن فروم 5 مللي جرام، دي بيسموها سنسيتيفيتي اقل تركيز ممكن تقيسه. ولينيرتي هي اعلى تركيز ممكن تقيسه له الميثود، اذا هي 600 مللي جرام ما زاد عن 600 مللي جرام ما بتقيسه لك او ما بتكون الميثود حقتي لينر، بكون not appropriate in reaction or giving result. طيب عندنا حاجة اسمها detection limit. detection limit اللي هو زي بمعنى قلنا the smallest or single result which can be distinguished from suitable plan. يعني هي اقل تركيز ممكن تقرأ الميثود و يفرق لي من البلانك، يعني اقل منه ممكن يكون زيرو. طيب عندنا كلمة reference range و normal range، الفرق بيناتهم شنو؟ definition بتاع الرينج اللي هو normal range هو normal range of value consist of clinical interest in a healthy population. يعني اجيب مجموعة من ال healthy population اعمل لهم measurement لانالايت معينة واشوفهم كلهم واجيب المين واجيب ال standard deviation واخدت النورمال رينج في النورمال بيبيليشن، بما انهم اي ديزيز وكده بتحصل على النورمال رينج بتاع اي انالايت. اما فرقه من الريفرنس رينج هناك بختار عدد تعيينات بكون اكبر، يعني باخد 120 دايما شخص في الريفرنس رينج باخد عدد كبير من الناس وعندنا كرايتيريا معينه. طيب from a group of person who are suitable free from obvious abnormality، بنلقى انه 95% من البوبيليشن دي بنحطهم في النورمال رينج اللي هو المين بتاعي بلس ماينس 2 ستاندرد ديفيشن. طيب في حاجات بنحطها في الكونسنتريشن اللي هي في الريفرنس رينج، اذا عاوز اعمل ريفرنس رينج لازم اشوف الفيسيولوجيكال ديفرنس ديو تو ريس ايج 6 ويت نيوتريشن اند ابزوربتيف ستيت ديجري اوف فيزيكال اكتيفيتي بوزيشن اوف بودي ديورينج بلود سامبلينج ميجرينج اور منسترال سايكل ايموشنال ستيت geographic location and time of day diurnal variation also difference analytical method. اذا الحاجات دي كلها بحطها في اعتباري لما نيجي اعمل reference method، ودايما reference method هي اقيم، ودايما قلنا reference range هي established reference range by using a large population preferable، يعني at least 100 individual minimum، يعني اقل حاجة 100 شخص from community in which lab is located. Values from analytical must be flow Kaysian distribution chart. Determine 95% confidence limit plus or minus 2 standard deviation. One normal person in 20 will fall outside this range. طبعا لما نيجي نعمل الريفرنس رينج بنفس الطريقه بنجيب المين عدد السامبل حقتنا ونقسمهم على المجموع على عددهم ونجيب التو ستاندرد ديفيشن اللي هي بالستاتستيكال ميثود، نشوفها حجينا قبل التو ستاندرد ديفيشن اللي هي بتمثل لي الريفرنس فاليو. بنلقى انه نورمالي في بنستخدم الكازيان ديستريبيوشن كيرف اللي هو ده التوزيع الطبيعي اللي هو بيديني المين والوان ستاندرد والتو ستاندرد والثري ستاندرد ديفيشن. نحن بناخد التو ستاندرد ديفيشن اللي هي بتساوي لي 95% من الكونفيدنت ليميت. بنلقى انه نورمالي في كل 20 شخص في واحد بيكون اوتسايد ذيس رينج. طيب نشوف تاني سلايد بعده. هنلقى انه عندنا بعض الميثودز بتحتمل لي على الريابيليتي والبراكتيبيليتي. يعني شنو بقول الميثود دي ريلايبل، بمعنى انه
فالريابيلتي هي بنقيس فيها الاكوريسي والبريسيجن والسباسيفيتي وبالاضافه للسنسيتيفيتي. طيب في الاكوريسي طبعا قلنا فيها الان اكوريسي او بعض مرات بنسميها بالبايس. البايس يعني هي نفسها الان اكوريسي، ودائما بسبباتها بيكون حاجه معروف بالسيستميك ايرور. دي هنجيها ان شاء الله في التايب اوف ايرور، هنقسم لسيستميك وراندوم ايرور هنشوفها لقدام. البريسيجن هو طبعا عكس طوال الامبريسيجن، واسبابه بتكون دايما الراندوم ايرور. الراندوم ايرور طبعا هي دايما متعلقه بالسكيلز او الهيومن سكيلز اللي هو شغال في اللاب. عندنا فيها الاسباسيفيتي والسنسيتيفيتي. الاسباسيفيتي عكسها تماما الانترفيرنس، المركب بتاع هناك انترفيرنس، والسنسيتيفيتي اللي هي فيها الديتكشن ليميت. اذا ما اقول this method is reliable معناتها انا قاصد الميثود من الناحيه بتاعت accuracy, precision, specificity and sensitivity. طيب بتين بقول الميثود دي practicability، يعني الميثود دي بقول بتين عمليه، انا بختار ميثود تكون عمليه. فاذا هي عمليه practicability حقتها من الناحيه بتاعت السبيد السرعه والكوست التكلفه والتكنيكال سكيل المهاره في اداء البروسيدر حقتها او الاستيميشن، والديبندبيلتي الريكورد اوف اكويبمنت، يعني الميثود دي هل محتاجه لمور سبيسيفيك اكويبمنت، محتاجه لماشينز معينه انسترومنتس معينه، ولا ممكن اشتغلها بالكلوروميتر والسبكترو عادي، ولا الا اشتري مثلا كلاس سيستم يشتغل لي بالميثود دي. والميثود من ناحيه السيفتي طرق السلامه حقتها ما يكون فيها مشاكل صحيه او بيئيه عاليه. اذا لما اقول الميثود دي براكتيبيليتي حقتها قاصد السبيد والكوست والتكنيكال سكيلز والديبندبيليتي اند سيفتي اوف ذيس ميثود، اللي هي بيسموها بالبراكتيبيليتي اوف ميثود. طيب the purpose of the quality control system is، الغرض شنو من الكواليتي كنترول؟ ليه انا بدرس الكواليتي كنترول بطبقها عندي في المعمل؟ الهدف منها شنو؟ one to monitor and detect and prevent، من اشمل الثلاثه. إذا to monitor what؟ to monitor analytical process and detect analytical error and prevent reporting of incorrect patient value. إذا دي الأهمية بتاع تطبيق الكواليتي كنترول عندي في اللابراتوري، أني أتابع بها العملية بتاعة التحليل بتاعي أن يكون ماشي بصورة صحيحة ما فيها مشاكل الأناليسيس، ولو حصلت أي مشكلة أثناء الأناليسيس حقي اقدر اعمل له ديتكشن واعرف سببه وين والمشكله جايه من وين بتاعه الايرور دي. ولقدام تو بي بريفنتد، احمي نفسي ان اقع في نفس المشكله دي لقدام، واعمل له ريبورت وابدا اصلح المشكله دي عشان اتحصل على نتيجه للمريض تكون صحيحه بنسبه 100%. اذا دي البيربوس او الغرض من الكواليتي كنترول، تو مونيتور اند ديتكت اند بريفنت. كواليتي كنترول عموما هي مقسمه الاثنين، نلقاها مقسمه لانترنال كواليتي كنترول اند اكسترنال كواليتي كنترول، يعني ضبط الجوده مقسمه للجوده الداخليه وفي جوده بنستخدمها في الخارج او مشاركه مع اذر اورجنايزرز او بعض الشركات الكبيره او المنظمات الكبيره بنسميها اكسترنال كواليتي كنترول، بشكل فيها عده دول من عده ريجونز. اذا والانترنال اللي هي دي مطبقه داخليا في اللاب بتاعي. طيب why we do we need quality control؟ ليه انا بحتاج اني اطبق الكواليتي كنترول؟ لنفس الاسباب اللي ذكرتها فوق، ان اعمل مونيتورينج وديتكت وبريفنت وتو انشور انه التيست ريزلت حقتي ريلايبل صحيحه ما فيها مشاكل. طيب عندنا الانترنال كواليتي كنترول، قلت دي هي اللي بعملها في المعمل بتاعي واتاكد بها من ضبط الجوده داخل المعمل حقي، هي done during the day routine work provide an immediate control، يعني دي بعملها في المعمل بتاعي وبتابع بها شغلي وبتعمل لي ديتكت لأي ايرور ممكن تحصل لي في الوقت نفسه أثناء الرن بتاعي. الايرورز ار كوركت immediately ويتم تصحيح الايرور دي في الوقت أو حاليا يتم تصحيحها وتجنبها عشان نطلع نتيجة صحيحة. الايم اوف internal quality control، الهدف شنو من internal quality control؟ اللي هما زي ما ذكرنا to monitor analytical method detect of any deviation during the analysis. طيب type of control seal، انا طبعا عشان اطبق ضبط الجوده حقتي او الانترنال كواليتي كنترول عندي مواد ضبط الجوده لازم اوفرها عشان اشتغل بها واضمن بها شغلي يكون صحيح. اذا عندي طرق كثيره ممكن اعمل بها ضبط الجوده داخليا في المعمل حقي او في الانترنال كواليتي كنترول، اللي هي بسميها بالtype of control seal، يعني هي انواع الجوده حقت شنو او المواد اللي بستخدمها. ممكن في طريقه اسمها عن طريقه الكاري اوفر او طريقه البولت سيرا، وفي طريقة الكوميرشال بريبيرد كنترول سيرا، وهي ذاتها فيها اثنين free
ريفرايزد ترايد او بيسمى بالريفرايزد سيرا، وان الليكويد سينثيتيكالي مانيفاكتشرد سيرا، وإننا طريقة الدبليكات التست اون بيشنت سبيسمن، يعني اشتغل العينة على مرتين واتأكد من النتيجة حقتي، ويكون الفرق بين القراءة الأولى والثانية ما أكثر من تو ستاندرد ديفيشن، ما تفوت لي تو ستاندرد ديفيشن. دي حنجي إن شاء الله بشرح مفصل في الليكتشرز القادمة، نوضح كيف نعمل كاري أوفر بول سيرا، ونشوف معنا شنو كوميرشال ودبليكيتد ميجرمنت. بكده نكون إن شاء الله خلصنا المحاضرة دي، وإن شاء الله نشوف في المحاضرات القادمة.